تعرف العواطف جياشه، عواطف جياشه من جاج يلي بنستقبلها بكل حلقه كرمال تقول لضيفنا كل اخباره العاطفيه وتخبره ما كيف غالي عاطفيا شو مخباله القدر براي عواطف. بنستقبل سوا جارتي المفضله بالحي عواطف. مرحبا. كيفك استاذ مايك؟ مرحبا. مرحبا. كيف طارق؟ كيفك عواطف؟ انا كمان كنت طريح الفراش. قبل ما تعمل كنت طريح الفراش. لا يا ماما بدي اغير لك اللوك الحلو. انا زهقت من التقم. انه ايه لازم تغيري بقى الاسود. حاسه حالي ملكه عم بتوجوني بالوشاح. عندك شك انك ملكه؟ لا ما في مقدمين برامج ما في مقدمين برامج بيعتمدوا تونيو واحد للتياب. انا صراحه التقيت لا هن حلوين علي بس عم اسالها عندك شك انك ملكه بعالم الاعلام والتمثيل؟ شكرا لك مايك خالي. صراحة أنا بدي رحب فيك ببيت طارق وبدي رحب فيك بالحي. وصراحة النسوين بالحي لما عرفوا أنه مايك خالي جاي يخافوا. ليش بتخوف الناس؟ و يعني ليش كلهم بيرتعبوا منك ومن عيونك خاصة؟ هذا المطلوب. أنت بتحب تخوف. اللي ما بخاف منك ما بحبك. لانه اللي بخاف منك بيركض وراك تلاقي اي ذله حواليك. بيدرس نفسيتك بلاقيك انسان رائع جدا بيعشقك مايك شي مره. ولكن اللي بيعشقك من اول مره هذا اعتبره مرق الطريق بالحياه، مثل رفيق منه صديق. مايك شي مره قدرت تتوقع انه الحبيب الشريك نصك الاخر رح يخونك وتغديته قبل ما يتعشيك؟ ولا ما عندك مشكله وانت بتؤمن بالمثل اللي بيقول ضرب الحبيب بما مثل اني انا بما اني انا خاين ما عندي مشكل اذا الحبيب بده يخونني. انت خائن. اي طبيعي. غرائز الجسد صعبه. عواطف ضرب الحبيب شو؟ مثل اكل الزبيب. طلع عبالي زبيب ومغلي. عبالي مغلي. إذا منأمن بليز مغلي لمايك. مايك اليوم من المرات القليلة يلي أنت لابس فيها ألوان منحبها محببة، بس ما بتخاف بإطلالاتك العديدة الكتيرة قبل الاتشاح بالسواد يغبب على القلب ويبعد الناس؟ في مزهر. في مزهر. في مزهر. أنت بتحب هيئتك أجملها مش عطول متشح بالأسود. لا صار في بني، صار في رمادي، صار في تعدد الوان، ولكن اللون القاتم. اللون القاتم بلبس شيء اشياء تلبق على دقني. كثير بتعني لي. بتعني لك كمان. منلاحظ كمان يعني اللي بشوفك انك حليت الراس خفيف الشعر. اقرا. واذا دققنا مزبوط منلاحظ انه في شيء بخلفيه الراس، هي كاكي هي جدوله ما بنقدر نعرف شو قصة. هيدي جاكارة باللي بناس معينة يمكن خلينا نقولها هيك. تيتو؟ لا تيتو حبيبي ببيت تيتو. شو بدك تغني لها لتيتو؟ كتار من اللي عم بتابعوا برنامجك ما بيعرفوا قديش صوتك حلو. وام جورج غنت واليوم بدنا نسمع صوتك بديو بين عواطف ومايك. شو منقول؟ يا ام النور دخيل اجريك. اغنية بهالطريقة هيدي شو بنقول؟ ما بنقول بنفعل. اغنية رومانسية لتيتو عم تحضرنا اكيد. بحب غنية اشتقت له. كيفه مش عم شوفه؟ لا 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 اشتقت له. خلينا نسمعها بصوت مايك. لا ما في اسمعها لانه انا مش حافظ كلماتها بس بحبها، بحسها معمولة لإلي. طب نحن بنغني على طول يعني تحت الدوش بالحمام بالمطبخ. نحن جيبي لي دوش هلا بغني لك. غني لنا شي غنية هلا بغني لك دوشك وعم تليف هيك، مع انه هلا صار المفروض استعمل شامبو. قبل ما كنت استعمل هيك. هلا انت صرت اي عم تعمل سبور للبايسبس والترايسبس. قبل كنت بالليفة كله سوا. لشو عم يعمل كيف بيتحمم قولي لنا؟ بيتحمم هيك مايك. ايه شو بصير عم بشد البايسبس ورا بعضه. نعم ورا بعضه بتصير عم تعمل خربطت شعراتي هيك بدك هلا خربطت الشعرات. مش مجدلة اليوم مايك. بتقول وسمعتك عم بتقول اكثر من مرة انه انت بتعيش حب عذري لأكثر من 12 سنة. يا حرام رح صلي لك الليلة مايك. يعني في ناس زاروك بالبيت وشافوا أنه عندك ساعات كتير قيمة وعندك مجموعة كبيرة من الساعات وهن من سيدة امرأة عربية. لا 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 لا, لا, لا. كله دافع حقه. في ساعة واحدة اجتني هدية ببرنامج نتالو فقط وبقيت ما بقى دافع حقه دم قلبي.
قد ايه مثلا حق الساعة؟ سوري بعتذر عواطف، قد ايه مثلا حق الساعة اللي لبسها؟ كثير غالية. بحدود بحدود شو كتقول؟ كثير غالية، شوكولاتة على الطريق غالية كثير. طب من وين بتجيب مصاري؟ خي من قال لك ان الانسان ناطر اللقمه؟ لا بس انه شيء كثير غالي. انا انسان بتدفع لا لا انا كتير. انسان عندي شركه عندي موظفين عندي مكتب عندي شغله هون يخزلعين عنه بيقبر الفقر شغله هون. مايك ليش ما بتبيع ساعه من الساعات وبتعطي الفقر على الطرقات اللي بتتوقع لهم اوقات كثير مقاسه؟ ليش ما بتساعد يعني صمدهم بالبيت لهالساعات؟ شوف شو عم بفدوك يعني، ما كلهم نفس الوقت. الساعه هلا 9:30 10 يعني بكل الساعات. اللي بقول لك يا منى ناطر تحت لي اعطي الفقراء ما من فقير الا فقير العقل. نعم من ناحيه الغذاء بس اللي ما معه لا. ياكل مايك فلالي عم بيعمل وجباته كامله تجاه فقير العقل وفريق النفس. طارق كاد ان يختنق. كاد ان يختنق. جا 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 هيك لك ولقلوقه مهمه كثير. طلع صوت غريب. طلع صوت كثير غريب. حلو التجدد. مايك مجرد ما تسمع صوت على التليفون بتتوقع له وبتشوف له بكره شو مخبي له. شي مره هيك لفتك صوت وحده وحبيت تسرقها وتروح معها على الحرش؟ مش عم تضحكوا؟ لو هن يروح معها على الحرش. على الحرش؟ لا ما عندي بيتي، ليش بتروح على الحرش وتل تيابي شحم وهيدا حشيش وقش و... انت كثير مقريف، حكيت بالاول عن الوصفه. او اللي بياكل من خبز بطل اكلها. واذا بروح على مطعم يا رغيف مثل ما هو بجيبوا لي، لو بدي انبعش بدي اكله كله ما بخلي حدا ياكل معي، ما بمالح. بدي اتشكرك على الشيل. انا بدي اتشكرك على قولك. ما بتصور اعطيك اياه على طول. بلا عطاني على طول. لك لا دافع حقه بلا ولا يطلع بالبرنامج. الغالي بيرخص العواطف. لا غيران انت. مش كل يوم بتخلق عواطف. شو وقحة؟ بدي اعمل عيدي الف ليله وليله مثل ما بتقول مادونا. على كل حال رح انسحب واترك الهوى لكم. باي مايك. شكرا عواطف. شكرا لكم. باي. هيدي كانت عواطف مشاهدينا، عواطف يلي صرتوا كلكم تنطروها. بس عواطف بتشغل العواطف يعني مش مسموح هيك. حبيت العواطف؟ ايه.